هو يوم انطلاق امتحانات إثبات المستوى على مستوى ولاية تيزي وزو، حيث يوجد هناك في الولاية 23 مركز إجراء، وعدد المترشحين يقرب من 7500 مترشح. انطلقت اليوم الامتحانات في ظروف عادية، يعني كل الشركاء حاضرين، الحماية المدنية، الصحة، الشرطة، وبالتالي نشوف الأمور يعني ما شاء الله. الأساتذة كلهم التزموا وجاوا للحراسة. بهذا المناسبة نوجه لهم الشكر والتقدير، وكذلك بالنسبة لرؤساء المراكز اللي هما مدراء الثانويات والمؤسسات. الأمور انطلقت هنا على أحسن ما يرام، ونحن نتابعها مع السيد رئيس الفرع مدير المركز الولائي هنا بحضور أيضا ملاحظ، وبالتالي الأمور نقول أنها كانت يعني مشجعة، وكل التعليمات التي وجهها السيد وزير التربية الوطنية نفذناها بحذافرها، والأمور تسير في أحسن الظروف. اليوم بصفة رئيس مركز امتحان إثبات المستوى قد كلفنا بتأطير امتحان خاص بشعبة الأدب والفلسفة لأقسام سنة ثالثة ثانوي، واستقبلنا اليوم مجموع 381 مترشح ومترشحة موزعين على 19 قاعة، من ضمنهم مترشح معاق خصصت له قاعة خاصة ومساعدة من طرف أستاذة بسبب عدم قدرته على الكتابة. ما عدا هذا فكل الطاقم الإداري والتربوي مجندين لإنجاح هذا الامتحان.